يلا ساقطة بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين الساقة بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الأستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الأستاذ أحمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الأستاذ أحمد السقا؟ أيوة يا ريس أهو، وقبه وقب أحمد السقا. أنت مجنون؟ إيه علاقة ده بأحمد السقا؟ أنت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابة وبيخطفوه وفي دراما، أنت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو. أيوة انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي، انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متوقع ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا اعتذر وما عطلكوش الدنيا. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب.